اصحى زين، اصحى جدع بقى. انت ايه قتيل؟ اصحى اصحى. امشي شويه. يلا زين، يلا حبيبي، يلا زين، يلا زين، اصحى حبيبي. بس يا حارب على الصبح، انت بتهش دبانه يا عم. انت ناسي ان احنا رايحين لصلاح قبل ما نطلع على الباشا الكبير ولا ايه؟ يا سيدي مانيش ناسي. طب يلا اسيبها كده على القهوه، وانت اصحى وفوق كده، وخلي الواد بركه يصحى بقى عشان نروح المستودع. عايز حاجه؟ سلام. وعلى الفل. اصحى بركه، قوم يا بخت. واحد شايكوشر تقيل هذا كيمو. عينيا يا نجم. صباح الفل يا عم نوفل. صباح النور يا ريس حربي. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ لا ما انا دلوقتي بصحى بدري عشان افتح المستودع للعمال، عشان الشغل يمشي اوام اوام. عفارم عليك يا عم نوفل يا راجل يا بركة. انا كنت عايز اشكرك عشان الموقف اللي انت عملته مع دعاء وخليتها تمشي من عند دنيا ورجعتها المنطقة تاني. عيب يا عم نوفل، ما تقولش الكلام ده. دعاء دي بنت حتيته زي اختي بالظبط. ربنا يديم المحبة. اقوم انا عشان العمال. يا عيب يا عم نوفل، خلاص الشاي عندي، اتكل انت على الله. طول عمرك صاحب واجب. السلام عليكم. وعليكم السلام. احلى شوية شاي لأجدع كوماندا في المنطقة. صباح الفل يا كيمو. صباحك ورد عمان. باشا نورت يا باشا. سياده الباشا بنفسه مشرف عندنا النهارده، وانا بقول الدنيا منوره كده ليه؟ اتفضل يا باشا، اتفضل اقعد، ما تكسفش. ازيك يا حربي؟ بخير يا باشا، بخير طول ما سعادتك بعيد عني. تحب تشرب حاجه يا باشا على حسابي؟ بس انت يعني ضيفنا واكرام الضيف واجب. انا لا جاي اشرب ولا جاي الضيف، انا جاي اعرف حاجه واحده بس. انت عايز توصل لايه يا حربي؟ اوصل لايه في ايه بالظبط يا باشا؟ موضوع اماني. موضوع اماني. انا عرفت من سياده اللواء انك ناوي تقابله الجمعه اللي جايه. سياده اللواء بنفسه هو اللي طلب انه يقابلني، واظن يعني كان هيبقى عيب قوي لو رفضت اني اقابله. مش دي الاصول برضه يا باشا ولا ايه؟ لا والله بتفهم في الاصول يا يعني. ما انا اصلي قلت لك يا باشا من الاول انا طيب وابن حلال، بس انت اللي مش واخد بالك. وانت ناوي تقول ايه بقى لسياده اللواء في المقابله دي؟ والله يا باشا يعني الحقيقه لسه مش عارف يعني، بس هو يعني هنقعد مع بعض ونتكلم، والكلام هيجيب بعضه اكيد. واكيد برضه سياده اللواء هيحكي لك على دار بني، مش هو برضه ما بيخبيش عنك حاجه؟ هو هتفتكر يالا ان العربيه اللي انت فرحان بيها، ولا كم هدمه اللي انت لابسهم وفرحان بيهم برضه، ولا القرشين اللي معاك اللي عالم جبتهم منين، هيخلوني انسى اصلك؟ انا سبق ونصحتك قبل كده يا حربي، بس واضح ان انت راكب دماغك ومش عايز تسمع النصيحه ومصر تقف في سكتي. وانا اللي يقف في سكتي يا حربي بفرمه. يا باشا هتشدني وتعلقني زي زمان ولا ايه؟ الكلام ده ما عادش ينفع معاك، ما جيبش نتيجه. انت جتتك نحست من كتر اللي شفته. خلص يا باشا وهات من الاخر وقول اللي عندك. تحب يالا افتح شنطه عربيتك واطلع لك تربه حشيش ولا باكيتة بانجو؟ حاول يا باشا، حاول وتعملها. لو عايز تشوف شغل الحواه كمل في السكه اللي انت ماشي فيها، وساعتها هتشوف العين الحمراء وشغل الحواه اللي على اصوله يا حربي. انا كده قلت اللي عندي، واظن كلامي واضح. زي الشمس في عز الظهر يا باشا. أنا كده خلصت كلامي، وقد أعذر من أنذر. كان عايز منك إيه الجدع ده؟ جاي ينصحني ويرسيني على مصلحتي. موضوع اخته برضه؟ ما تبعد عنها يا حربي وتسيبك من الهم اللي في دماغك ده. ده احنا فين اللي مكفينا اليومين دول؟ يلا بينا يا زين عشان نلحق صلاح. ايوه بس عايزين نعدي على المعلمه انشراح الاول.
اهو اطمن على دعاء، وبرضه يعني ناخد المعلمه في سكتنا نوصلها المسبك. ماشي يا عم الحبيب. ازيك يا بنت يا سهر؟ ان شاء الله تسلم يا معلم. امال المعلمه فين؟ خرجت من بدري، راحت على المسبك. ودعاء لسه نايمه ولا ايه؟ لا، دعاء راحت مع المعلمه. راحت فين؟ دي ما قلت راحت المسبك. ايه يا دعاء؟ مش هتفضلي قاعده كده؟ امال عايزاني اعمل ايه بس يا معلمه؟ قومي ساعديني. وانا ما بفهمش حاجه في شغل الحديد والمسابك والخرده والحاجات دي. هو انت يا دعاء لما كنت بتشتغلي في الكافيتيريا اللي انت فيها دي، مش لما كنت بتطلعي طلب كنت بتأيديه عشان تعرفي اللي ليكي واللي عليكي؟ اه. بس هو ده اللي انا عايزاه منك. كل الطلبات بتاعه الحديد والسياخ اللي قدامك دي عايزاكي تأيديها، تكتبي الكميه وصاحب الشغل يعني اسم العميل والقيمه اللي احنا عايزينها منه وميعاد التسليم، وتعمليهم في جدول بس زي شغل الكافيتيريا بتاعك. بس ايه؟ دي سهله قوي يا دعاء. سهله ازاي؟ بس انا خاف اغلط. اغلطي اغلطي عشان تتعلمي الصح. اغلطي وانا جنبك عشان اعلمك تعملي ايه وما تعمليش ايه. بركاتك يا ابو صلاح يا جامد، البلاغ جاب مفعوله بالجامد قوي، وخلصنا الحمد لله من عزام وعنتر زي ما امر الباشا. علشان تعرف ان احنا مش بنلعب يا زين يا اشقر. لا يا متر، ده انت بتلعب وبتلعب على كبير قوي قوي كمان. طب ابو صلاح سيبك، احنا بقى نروح للباشا الكبير، زمانه قاعد على نار، عايز يعرف احنا عملنا ايه امبارح وصلحنا ازاي. انتوا هتعدوا على عدلي عشان تروحوا معاه؟ لا حبيبي، احنا المره دي هنروح لوحدينا. ايه؟ هتروحوا للباشا على طول كده منكم ليه؟ ما احنا خلاص بقينا كبار، والكبير ما يتعاملش غير مع الكبير اللي زيه. المهم بس هو يوفي بوعده ويدينا الكبريه والمقاولات زي ما قال. هيوفي يا زين، هيوفي. انتوا خلاص ما عادش فيه على الحجر غيركم. ده انتوا مش هتطلعوا لفوق بس، ده انتوا حاطينه في السماء. حبيبي ابو صلاح، انا دلوقتي بس عرفت انا بحبك قوي كده ليه؟ ما تجيب بوزه. ربنا ما يحرمكم مني يا حربي، ومبروك الشغل الجديد. الله يبارك فيك يا احسن محامي فيك يا مصر. كده ما عادش فاضل قدامنا غير عدلي. عدلي ده مش سهل، ده دراع الباشا اليمين وعارف كل تخانيقه. وهيروح مننا فين؟ دوره جاي جاي. ايوه يا متر، بس عدلي ده راجل ثعلب، ما هواش غبي زي رشوان، ولا متهور زي عزام، ولا هو طيب وعلى نياته زي عنتر. صعب يا متر نوقع راجل زي ده. انا قلت لكم سيبوا موضوع عدلي ده عليا انا. شكلك كده ابو صلاح رسمت الرسمه تمام وخططت لها مظبوط. دفع عدلي ثمن اللي عمله فيه غالي قوي. انت ناوي على ايه يا متر؟ هو شربه من نفس الكاس اللي شربني منه زمان. المهم لما ترجعوا من عند الباشا وتكلموني طمنينوا عملتوا ايه. ايوه، حرب المهدي وزين الاشقر جايين نقابل الباشا. في معاك؟ لا، بس الباشا مستنينا. ايوه ايوه، في اتنين عاوزين يقابلوا الباشا. اساميهم؟ حرب المهدي وزين الاشقر. حربي وزين جم يا باشا. خليهم يدخلوا. خليهم يدخلوا على طول. اوكي، عارفين الطريق ولا بعت حد معاكم؟ عارفين. اتفضل. خش كده. اتفضلوا يا حضرات، اتفضلوا. اهلا اهلا اهلا. ده ايه النور ده؟ ازيك يا حارب؟ ازيك يا باشا؟ ازيك يا زين؟ ازيك يا باشا؟ ها طمنوني يا اولاد، عملتوا ايه؟ كل خير يا باشا. جبت الكمبيوتر بتاع عزام؟ الكمبيوتر اهو يا باشا، اتفضل.
فتحتوه؟ يا باشا احنا لينا في الخردة بس، السليم ملناش فيه. الواد زين ده حكاية. رشا. أي باشا. بتاع الكمبيوتر ده. يلا بسرعة. تمام. عثمان. تحت أمرك يا سعادة الباشا. هات لنا العصير وعصرنا على بره. أوامرك يا سعادة الباشا. تعالوا معايا يا أولاد. أنا عايزكم بقى دلوقتي تحكوا لي كل اللي عملتوه وبالتفصيل الممل. أولاً يا باشا بالنسبة للبضاعة أخدناها وشلناها في حتة ولا الجن لزق يعرف لها طريق. هو ده تفصيل بس مش ممل. وعنتر وعزام عملتوا معاهم إيه؟ عنتر وعزام يا عيني يا باشا. تعيش أنت. عزام اتحرق في عربيته يا باشا. وعنتر. عنتر خلاص يا باشا، تلاقي السمك في النيل ما سابش في جدته حتة ومحدش يعطل لها الأصل. لا حول ولا قوة إلا بالله، صعبان عليا السمك قوي. بس عفاني بعريك يا أولاد، عارفين أنا عمر نظرتي ما خيبت في حد. من أول ما شفتكوا وأنا كنت واثق ومتأكد إن أنتوا قدها ودود. وإحنا دايما في الخدمة يا باشا، أهم حاجة عندنا إن سعادتك تكون راضي عننا يا باشا. راضي ده إيه؟ أنا راضي جدا، راضي كل الرضا، والمكافأة الكبيرة قوي اللي وعدتكم بيها هتحصل. اشربوا العصير على ما أدخل أشوف رشا عملت إيه، هرجع لكم على طول. ماشي يا باشا براحتك. هي الناس دي ما عندهاش بيرة ولا إيه؟ يلا. ها رشا فتحت الكمبيوتر؟ عليه باسورد. باسورد ده ايه؟ يعني مش هتعرفي تفتحيه؟ لا اكيد هفتحه بس الموضوع هياخد شويه وقت. شفت يا باشا؟ شفت؟ عزام انفجرت بيه العربيه ومات هو وبرعي، وعنتر اختفى ملوش اي اثر. انا شاكك بقى ان اللي ورا الحكايه دي كلها هو. تصدق انت ابن حلال مصفي يا عدل، دايما بتيجي في الوقت المناسب. ده انا كنت لسه هتصل بيك يا راجل عشان تجيلي على طول. شد حيلك شويه يا روشة. بقول لك ايه، ما تيجي نقعد في الجنينه؟ انا دايما بتخنق من القعده بين الاربع حيطان، ما انت عارفني يا عدلي. حلو العصير؟ مية مية. تعالى يا عدلي تعالى.